أعلن وزير البترول طارق الملا إطلاق الدورة السابعة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 خلال الفترة من 19 حتى 21 من فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال الوزير إن المؤتمر يعقد تحت شعار التحول الطاقي وتأمينه وخفض الانبعاثات بمشاركة متوقعة لأكثر من 35 ألف مشارك و 2200 من أعضاء وفود تمثل جميع أطراف سلسلة إمداد الطاقة وسلسلة القيمة. أجدد لكم التحية. قال وزير البترول طارق الملا إن هناك مشاركة كبيرة متوقعة من قبل الشركة العالمية بمؤتمر إيجيبس 2024، بينما قال رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر إن إيجيبس سيقوم بتسليط الضوء على كيفية تقدم مصر كمركز للطاقة على مستوى العالم العربي. وجدنا حينما بدأنا نجهز لهذا المؤتمر من العام الماضي المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية الدولية والإقليمية والمحلية في أن تكون معنا في هذا المؤتمر، سواء بالمشاركة من حيث الرعاية للمؤتمر أو المشاركة من حيث أن هم يكون لهم أماكن في المعرض بحيث أن هم يقدموا الأعمال اللي بيقوموا بها ويقولوا إزاي أن هم هيكونوا جزء من التحول والانتقال الطاقي اللي كلنا بنتحدث عنه النهاردة. إيجيبس سيقدم رواد من كافة أوجه المنظومة البيئية للطاقة لعرض التكنولوجيات التي تحرك الصناعة للوصول إلى مستقبل صفر انبعاثات. من المنتظر أن يقوم إيجيبس 2024 بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا هاما في المشروعات القادمة بالمنطقة. كذلك سوف يقوم إيجيبس بتسليط الضوء أيضا على كيفية تقديم مصر كمركز للطاقة في المنطقة، ويعرض كيف يمكن لقارة أفريقيا ككل أن تدعم حركة مستدامة لتمكين الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الانتقالي الأفضل. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماما خاصا لصناعة السيارات، وخلال العدد الخامس من إصداره مرصد السياسات العامة أوضح مركز المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية للسيارات تستهدف أيضا تصدير السيارات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير تلك الصناعة. أعلنت هيئة قناة السويس انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة الضرورية لبدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية زوغرافيا بشركة ترسانة السويس البحرية. يأتي ذلك في إطار تقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب عبر تقديم جميع الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة التي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أو المواقف الطارئة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، كما ربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.48 من الألف تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.47 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان وذلك بنسبة 2.14 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 6724 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.41 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 9544 نقطة.
قال عدد من المندوبين في تحالف أوبك بلس لوكالة بلومبرغ إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل. وحتى الآن لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة جراء خفض الإمدادات الإضافي بمقدار 900 ألف برميل يوميا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، والذي يتزامن مع التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر. قال كلاش كلوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض أسعار الفائدة. وأضاف كلوت وهو محافظ البنك المركزي الهولندي أن هناك احتمالا بأن يعود التضخم إلى 2% في عام 2025. وقفز التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، مما يدعم موقف المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت. استبعدت الحكومة في منغوليا بدء العمل في إنشاء خط الأنابيب الجديد Power of Siberia 2، والذي تعتزم روسيا مده للصين خلال العام الجاري. وأوضحت الحكومة أن العمل في مد خط الأنابيب الجديد بين روسيا والصين قد يتأخر عن الموعد المحدد. كانت الحكومة في منغوليا قد أعلنت أن بكين وموسكو لم تتفقا بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع العملاق، مضيفة أن أسعار الغاز العالمية غير المسبوقة خلال العامين الماضيين ساهمت في صعوبة المحادثات. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وريهام لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا ليلى.